الاخوان تبارك الله عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. اخوان اليوم غادي نشوفوا واحد البقعه ديال الارض كما كتشوفوا معايا، كتواجد في منطقه ديال اهلان. الناس اللي كتسول على الاراضي في منطقه ديال اهلان كما كتشوفوا، بالنسبه للبقعه ديال الارض كتواجد في التجزئه وعلى الشارع الشارع ديال 16. تبارك الله بقعة جات في واحد البلاصه اللي هي زوينه، ومنطقه ديال اهلان انتم كتعرفوا منطقه امنه ومنطقه فيها الكلم وفيها السكنه مزيانه. بزاف الناس سولوني على اراضي كتواجد في اهلان، ولكن انتم كتعرفوا اهلان فيها الثمن، انتم عارفين اللي هو معروف، الثمن كتراوح الثمن ديال بين 10000 درهم حتى 2 ديال المليون على حسب مساحه ديال الشارع. بالنسبه لنا هذه البقعه الارضيه غنشوفوا اليوم كما كتشوفوه، هو اللي باقي هنا بوحديته مولا كيبيعو، غادي نحاول نعطيكم جميع التفاصيل ديالو ونعطيكم حتى الثمن ان شاء الله الاخوان. حاولوا تفرطاجوا الفيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله كلشي غادي يستافد الاخوان. كما كتشوفوا هذه البقعه هذه جات صراحه قريبه الاخوان، قريبه من الشارع اللي ديال اشناد واللي كيدي اتجاه ديال سيدي ادريس، قريبا الاداره ديال اشناد جات فواحد البلاصه اللي هي زوينه وعند الشارع واسع الاخوان، وجات كلشي الناس بانيين تما كما كتشوفوا، الشارع كبير والدنيا عامره انا الاخوان، كلشي ساكن كلشي عامر. كما كتشوفوا حنا ملي كتبان شي نوع ديال العقار كنحاولوا نحطوها لكم في اليوتيوب باش ان شاء الله كلشي غادي يستافد. بالنسبه للثمن ديال الاخوان، الثمن ديالها مولاها كيطلب فيها 1.5 مليون 15000 درهم، غادي تكون شي شويه مفاهمه قليله لان نتوما كتعرفوا هذه المنطقه هذه راه وصلنا حتى 2 ديال المليون على حسب المساحه ديال الطريق. كما قلت لكم كاين الطرقات ديال 12 كاين ديال 15 كاين ديال 20، وديك الشيء الثمن كيتراوح كما قلت لكم بين 10000 درهم حتى 20000 درهم. هذه الثمن ديالها 15000 درهم، اللي بغاها مرحبا به. هنا الصراحه السكنه زوينه الكالم، والكراجات ممكن تكريهم ممكن دير فيهم شي مشروع ديالك كما دايرين الناس كاملين. اللي عجبته الاخوان كنقول له مرحبا به، يتواصل معنا عبر الواتساب 0662 62 13 68، قطعة الارض موجوده ومولاها راه موجود وان شاء الله ما يكون غير الخير. هادشي اللي كاين الاخوان، واللي عنده شي نوع شي واحد عنده شي بقعه ديال الارض اتجاه ديال اهلان يحاول يتواصل معايا، لان بزاف الناس دابا كيسولوا على منطقه ديال اهلان اولا منطقه ديال الجراري، هادو هما اللي مطلوبين بزاف لان فيهم السكنه امنه. وشكرا الاخوان، بارك الله فيكم.